أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي أن العالم يواجه عدوانا من إرهابيين يحملون أطماعا لا يعرفون أي رحمة، وإن الحرب على داعش مستمرة حتى القضاء عليه. سوسن شاذلي والتفاصيل. يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية له الفضل بتصعيد مواقف العاهل الأردني إعلامياً وسياسياً، فبعد مشاركته شخصياً بغارات ضد التنظيم قبل شهور، ها هو الملك عبد الله الثاني ومن منبر برلمان الاتحاد الأوروبي يحث اليوم على محاربة تنظيم الدولة والعداء للإسلام الذي يؤجج التشدد بين المسلمين. اليوم نحن أمام حرب مماثلة، حرب ضد إيديولوجية توسعية تتغذى على الكراهية وترتكب الجرائم باسم الله والأديان. صدى تهديد داعش لم يكن ميدانيا فقط، فبينما قام التنظيم بفصل الرؤوس عن أجساد أصحابها كان يقرب سهوا بين سياسيين لطالما تنافروا لتعيد الأردن سفيرها إلى تل أبيب قبل حين، بينما اختلفت القصص المطروحة إعلاميا ابتداء من حديث يدور عن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق الحدود الأردنية السورية لمساعدة الأردن وتزويده بمعلومات عن انتشار قوات داعش، وانتهاء بضجيج أثارته الأردن باستبدال خرائط كتبها بأخرى جديدة تحمل اسم إسرائيل بدل ما كان ظاهرا كفلسطين. خطوة أثارت نقدا لاذعا من الشارع الأردني الذي لم يكتفي بالتنديد باستبدال الخرائط ليخرج بمظاهرات ضد مرور الغاز الإسرائيلي في الأنابيب الأردنية. علاقات إسرائيلية أردنية لم تتسم بالدفء يوما رغم معاهدة السلام، بيد أن ولادة عدو مشترك ضخت الدماء من جديد في علاقات طال ركودها. نعم، لمواكبة هذا المشهد ينضم إلي المحامي محمود الخرابشي نائب في البرلمان الأردني. سيد محمود، مرحبا بك. في البداية أريد أن أتحدث معك عن زيارة العاهل الأردني وخطابه أمام البرلمان الأوروبي، وهو الآن يبدو ربما الشخص الأكثر نشاطا في الحرب أمام تنظيم داعش. يعني الحقيقة ليس فقط للزيارة، ليس فقط للحرب على تنظيم داعش، الزيارة الحقيقة لها أهداف ومضامين كبيرة، والزيارة كما تعلم فرصة ليلقي جلالة الملك خطابا في البرلمان الأوروبي، والبرلمان الأوروبي يعني برلمان مؤثر باعتبار أن هذه عددها 27 دولة أوروبية، وبالتالي هذه البرلمان أو هذا البرلمان يمثل هذه الدول، والبرلمان الأوروبي له تأثير الحقيقة. صحيح أن الأردن له دور بارز في الحرب على داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وهذا طبعا له أسبابه ومبرراته، لأن الأردن عانى ودفع ثمنا كبيرا لهذه من هذه التنظيمات وقيامها بأعمال إرهابية كثيرة أساءت للأردن من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن هذه التنظيمات طبعا تدعي أنها تنظيمات أو تعكس صورة الإسلام والعرب، وبالتالي طالما أنها تحمل هذه الصورة لابد أن تكون هذه التنظيمات بمستوى الأمة العربية والإسلامية، لأنها بممارساتها تعكس صورة غير حضارية وصورة سلبية، أن من خلال ممارستها للإرهاب وأعمالها التي لا يمكن لها أن تمت للإنسانية بصلة ولا للدين بصلة. لكن بالنتيجة جلالة الملك أكد طبعا من خلال هذه الزيارة بأن هذه التنظيمات والتطرف بكل أشكاله وألوانه طبعا يؤذينا ويؤذي مجتمعاتنا ويؤذي الدين، باعتبار أن المعركة يجب أن تكون معركة العرب والمسلمين، باعتبار أنهم المعنيين بالدفاع عن الإسلام ومعنيين أيضا بالدفاع عن العروبة. لكن أيضا جلالة الملك استغل هذه الفرصة وأشار بشكل واضح وصريح إلى ضرورة أن يكون هنالك حل للقضية الفلسطينية. نعم، وضرورة أن يتم أيضا وضع حد للاحتلال، وبأن الاحتلال هو أبشع أنواع التطرف، وهذا واضح تماما من خلال الخطاب الذي ألقى جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي. نعم سيد محمود، أريد أن أذهب بك إلى نقطة أخرى. تحدثت أيضا عن العلاقات الإسرائيلية الأردنية، واليوم هناك دعنا نقول جدلية واسعة ليس فقط في إسرائيل أن أيضا في الأردن وفي الأراضي الفلسطينية بما يتعلق بقرار شطب فلسطين عن الخارطة ووضع اسم إسرائيل. كيف تقرأ هذا القرار في البداية؟
لا اسمح لي، يعني الحقيقة أرجوك أن يتم تصحيح هذا الأمر. شطب ليس شطب فلسطين، إنما وضع إسرائيل على الخارطة. لا لا لا، ولا وضع إسرائيل ولا شطبها. نحن في لجنة التربية والتعليم النيابية، وهي اللجنة المعنية بالمناهج المدرسية والخرائط والقضايا التاريخية والجغرافية. الحقيقة تم الاجتماع مع الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم والمسؤولين في الحكومة، وتم الاستفسار منهم حول هذا الموضوع، لأن هنالك لغطا كبيرا كان قد أشير له بأنه تم حذف كلمة فلسطين وتم استبدالها بكلمة إسرائيل في المناهج وفي الخرائط الجغرافية. الحقيقة هذا كلام غير صحيح، والوزير أكد أن المناهج الدراسية لم تتغير، وكل الذي حصل أن هنالك بعض الكتب تتعامل بمستوى أعلى من مستويات الطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية، وهنالك مهارات تنقصهم، وأنه لم يتم حذف أي شيء من الكتب والمناهج على الإطلاق، وخاصة لكن ما يتعلق بفلسطين. نعم، لكن سيد وزير التربية والتعليم أكد أنه ينوي تبسيط المناهج عبر لجان مشكلة من خبراء وعاملين في مجال التعليم وأساتذة الجامعات، وقال بأنه سيدخل مادة التربية الوطنية يعني سير الشهداء الذين استشهدوا على تراب فلسطين ورجالات الأردن الذين كان لهم دور أيضا بالدفاع عن فلسطين، وبالتالي هذا مجرد كلام غير دقيق وبعيد عن الواقع. نعم سيد محمود، ألا تلحظ وأنت نائب في البرلمان الأردني، ربما بسبب التهديدات التي موجودة في هذه المنطقة وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، بأن هناك تقارب، ممكن أن نسميه تقارب، في العلاقات الأردنية الإسرائيلية وحتى تعاون مشترك؟ رأينا ذلك أيضا خلال اتفاقية المياه أو اتفاقية بحر الميت، وربما ما أشير إليه في الآونة الأخيرة باتفاقات الغاز وأيضا قضية الخرائط. لا الحقيقة البحر الميت لا يوجد اتفاقية، أنت تقصد البحر الأحمر. نعم، ربط البحر الأحمر بالبحر الميت. نعم، هذه قضية مشروع حيوي للأردن، لأن هذا سيجر المياه للأردن باعتبار أن الأردن من أفقر دول المنطقة بالمياه، وبالتالي هذا مشروع طالما أنه ينوي أو سيتم إحضار المياه أولا لتغذية مياه البحر الميت، وثانيا لتحلية هذه المياه والاستفادة منها أردنيا. الأردن أيضا له مصلحة الحقيقة، ليس لأنه يريد أن يتعامل مع إسرائيل، هذا ناحية. الناحية الثانية يعني الأردن، أنا لست مع اتفاقية السلام الحقيقة، ولا أؤيد وادي عربة ولن أكون معها، لكن عندما تم التوجه لعقد اتفاقيات مع الكيان الصهيوني كانت الأمة العربية بأكملها قد توجهت، وكان الأخوان الفلسطينيين هم أول من وقع هذه الاتفاقيات، وأيضا سوريا كانت قد أجرت اتصالات وعقدت اتفاقيات، وبالتالي الأردن كما هو معروف أنه لحق الدول العربية وكان هناك قرار عربي، لكن في النتيجة سيد محمود أيضا ربما داعش جعل الصديق عدو والعدو صديق في نهاية المطاف، يعني قد يكون أيضا لداعش بس إحنا يعني أيضا داعش لا نبرئ الكيان الصهيوني منها، نقول أن داعش أعتذر. علاقات مع إسرائيل. نعم سيد محمود الخرابشي نائب في البرلمان الأردني، كنت معنا من عمان، شكرا.